للوهلة الأولى ممكن تفتكر إن إحنا قدام استاد من استادات كأس العالم، ولكن إحنا في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واللي بتتكون من استاد بسعة 91,000 متفرج، صالة مغطاة بسعة 8,000 متفرج، صالة مغطاة تانية بسعة 15,000 متفرج، مجمع سكوش بسعة 1,000 متفرج، وحاجات تانية كتيرة في المدينة الأولمبية هنتكلم عليها النهاردة. المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية هي أكتر مشروع رياضي مبهر ممكن تشوفه في مصر. المدينة بتبلغ مساحتها حوالي 39 فدان، وهي الأكبر في الشرق الأوسط، وبتتكون من استاد أولمبي تم تصميمه من خلال شركة شيزا، وهي إحدى أكبر شركات التصميم في إيطاليا والعالم. الشركة الإيطالية راعت الحضارة المصرية في اختيار تصميم الاستاد، وقررت الاستعانة ببعض الرموز المصرية أثناء تصميم الاستاد، وتم تصميمه على هيئة القلادة الملكية المصرية مع تنفيذ هيكل المبنى على هيئة تاج الملكة نيفرتيتي، واستخدام اللون الأزرق المصري ودرجاته في واجهة الاستاد وكراسي المدرجات، مع مراعاة كافة الاشتراطات الخاصة بفيفا لاستقبال الأحداث الدولية من حيث عدد البوابات وطريقة دخول وخروج الجماهير وتأمين الملعب. ده إنجاز بيضاف للإنجازات الدولة المصرية في الوقت اللي احنا فيه. المشروع ده مقام على مساحة 128,000 متر مربع اللي هو الاستاد بس. يسع الاستاد 91,000 متفرج تقريبا، والأول مرة في مصر المدرجات تقام على 3 درجات رأسية، مع وجود تقريبا 115 غرفة فندقية مجهزة بكل الإمكانات وغرفة رئاسية خاصة بكبار الزوار، وطبعاً 4 غرف تغيير ملابس مجهزة بالكامل بالجيم وأماكن الريكوفري، و3000 متر مربع مناطق تجارية فيها كل الخدمات اللي يتمناها أي حد. هنا في فريق سيفتي على أعلى مستوى بينفذ كل متطلبات السلامة المهنية المطلوبة للمشروع. إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية دي هيتم الافتتاح. أنت في مراحل تركيب الكراسي، النجيلة. استاد المدينة الأولمبية تقريباً خلصان، باقي بعض الأعمال الفنية البسيطة جداً زي تركيب المدرجات، ده بالنسبة للجماهير. يلا بينا نشوف أرضية الملعب. وصلت أرضية الاستاد لمراحل متقدمة، وتم الانتهاء تقريباً من تأهيل التربة ونظام الري والصرف اللي بيساعد في الحفاظ على شكل الأرضية لأطول فترة ممكنة. كمان النجيلة المستخدمة في أرضية الملعب من النوع الهجين، واللي بتتكون من خليط بين النجيل الطبيعي والألياف الصناعي، والملاعب اللي أرضيتها بتتعمل من التقنية دي بتكون قدرة تحملها أكتر بثلاث أضعاف من الملاعب اللي بتتعمل من النجيل الطبيعي، وعمرها الافتراضي بيوصل ل 15 سنة، وكمان بتقدر تتحمل استقبال 100 مباراة في الموسم مقابل 30 بس لو النجيل طبيعي. ده غير انك هتلاقي دايما لون الأرضية مميز وما بيتغيرش خلال فصول السنة زي ما بنشوف حاليا في أغلب ملاعب. كل الاشتراطات الاتحاد الدولي الفيفا وكل الاشتراطات اللي مطلوبة في اللجنة الأولمبية، كل ده متنفذ في كل بند من بنود المشروع عشان في الآخر يبقى هو المشروع متطابق مع الاشتراطات اللي هو طالبها. كل ما هو يلزم لإدارة الحدث ده موجود جوه الاستاد. أرضية استاد العاصمة الإدارية الجديدة مستخدم فيها واحدة من أحدث التقنيات في العالم، وده اللي بيخلي شكل ولون النجيلة ما بيتغيرش أبدا طول السنة. دي كانت كل حاجة النهاردة معانا في استاد العاصمة الإدارية. يلا بينا على الصالة المغطاة. الصالة المغطاة في المدينة الأولمبية غير أي صالة ممكن تشوفها في مصر، لأنها بتحتوي على ملعبين تحت الأرض غير الملعب الرئيسي، والملعبين دول يستخدموا في الإحماء قبل المباراة عشان أرضية الملعب الرئيسي ما تستهلكش. ده غير 45 غرفة فندقية مجهزة بالكامل، مع وجود غرفة رئاسية لكبار الزوار. المشروع مقام على مساحة 21,000 متر مسطح تقريبا، عبارة عن سقف جملون مغطى بماتيريال اسمه فابريك، ده عازل للحرارة وعازل للمطر. الصالة المغطاة كلها مكيفة، التصميمات والتنفيذ طبقا للشروط الدولية أو الاتحادات الدولية والاتحادات الأولمبية والبار الأولمبية برضو معنا.
الصالة بتتسع ل 15,000 متفرج ومكيفة بالكامل، وفيها أماكن تجارية عشان تخدم الجماهير، طبعاً ده غير غرف اللبس وأماكن المؤتمرات الصحفية والمصورين. الأرضية بتاعت الملعب عبارة عن سقف تحتيه دورين بارتفاع 12 متر تقريباً، فيهم ملاعب الإحماء دي جديدة. الملعب نفسه عبارة عن بلاطة وتحتيها أدوار فاضية فيها ملعبين إحماء، دي مش موجودة أول مرة تتعمل تقريباً في الشرق الأوسط وأفريقيا. عندنا الدور الأول ده دور VIP عبارة عن نقط مشاهدة بصالون خاص بيها، 45 غرفة تقريباً. نسبة إنجاز المشروع لحد دلوقتي تقريباً في حدود 90%، ناقص لنا أرضية الملعب بس تركب. احنا شغالين طبقا للاشتراطات السيفتي، معانا كذا شركه ثيرد بارتي معانا احنا لمهمات السيفتي وللانقاذ السريع، بيشتغلوا بحاجه اسمها سيفتي نت او يعني شبكه معموله عشان تحمي لو حد وقع، وعندنا مجموعه من الناس المتخصصه واللي واخده شهادات عالميه لايسنت تقدر تنقذ اي حد بالحبال في وقت معين هم محسوب. وكل اللي اتكلمنا فيه ده، ولسه المدينة الأولمبية فيها مجمع تنس ساعته 3500 متفرج، ومجمع حمامات سباحة ساعته 5000 متفرج، ومسرح مكشوف ساعته 3500 متفرج، وفندق عالمي ساعته 350 غرفة، وعدد من شاليهات اليوم الواحد بالإضافة إلى مباني الرماية ومباني الخرطوم.